سيدي سي عثمان، تصريح رئيس مجلس الأمة صاحب 92 سنة جوزيل الذي شبه مبادرة لم الشمل هذه بأول نوفمبر باندلاع الثورة التحريرية. وهذه يعني في كل مرة يحدث أمر في الجزائر، أنا أتذكر مثلا في تشريعيات 2012 قالوا لنا بأنه هذه أول نوفمبر جديد، جات تشريعيات 2017 نفس الشيء، بعد الانتخابات مازال الانتخابيه ل 12/12/2019. توقيت يعني في كل دار دار نسمع مادام تكلمت على صالح جوزيل، معليش خلينا نسمعوه ماذا قال صالح جوزيل. تعود اليك. احنا رانا في مرحله نقدر نقول باللي مرحله التحديات، موش غير في الداخل فقط، تحديات ايضا مع الخارج. هذا يحتاج أن كلنا نتجند ونكون في خندق واحد، نقدر نختلف في وجهات النظر، نختلف في المواعيد، ولكني ما نختلفش في الأهم. ها شوقي، نختلف في المواعيد ولكن لا نختلف على الأهم، قال صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة. والله لا ادري اصلا ما يقصد. هو الاهم بالنسبه لي هو ان الجميع يساند السلطه. ولما نتكلموا على مبادره هذه لم الشمل بين ضفرين التي يتكلم عليها واخرون، اليوم وزير المجاهدين نفس الشيء شبهها باول نوفمبر، يعني حتى هذه الاساءه لكل مره للمواعيد التاريخيه ولهذه التواريخ المهمه جدا للشعب الجزائري. فلما يتكلمون على هذا، انا اقول لك انه اهم شيء لابد ان ننتبه اليه بطبيعه الحال هو انه هذه المبادره خرجت من النطاق السياسي. لما القى قائد الاركان سعيد شنقريحه خطاب يبارك في هذه المبادره، يعني هنا انتهى، صار لم تصر مبادره سياسيه. ثم اضافت عليها بوق الجنرالات اللي هو مجله الجيش الذي يعني يتكلم عليها مبادرة عظيمة وغير ذلك، ويباركون فيها. ولو أن السؤال ما دخل الجيش الجزائري في عملية سياسية لمحاولة تقوية الجبهة الداخلية، يعني ما دخل الجيش الجزائري في هذا، ولو أنه تعودنا على هذه الأمور. لكن هذه الخرجات تؤكد بأنها ليست عملية سياسية، بأنها عملية مخابراتية أمنية ولا تخص الناس في الداخل. أنت تتكلم يا سي عثمان على أنه الاعتقالات متواصلة وغير ذلك، هذا وتم إيداع محاميين السجن منذ أن تم الحديث على هذه المبادرة، إدانة صحفي. ولكن الغريب شوقي المعني بالأمر، يقولون عبد المجيد تبون لم يتكلم، أنا مش يقولون يعني يؤكدون لحد ساعة عبد المجيد تبون لم يتحدث ولو رمزا برك على هذا المشروع او المبادره، الجميع تكلم الا عبد المجيد تبون. ماذا يعني هذا؟ يعني مجله الجيش، وكاله الانباء الجزائريه، مثل ما قلت لك الاحزاب، الهيئات، النقابات، رئيس مجلس الامه سعيد شنقريحه وغيره، ولكن عبد المجيد تبون لم يتكلم اطلاقا عن هذه المبادره. هذه هي المفارقه العجيبه، يعني انه قائد الاركان اللي هو عسكري الأصل أنه مهتم بالشأن العسكري يتكلم على المبادرة صوتا وصورة، والرئيس المعين تبون نسمعه تماما. اللهم تصريح نقل عنه لما كان أين؟ لما كان في تركيا خارج الجزائر. يعني هذه البدعة الجديدة تاع الحديث على أمور تخص الشأن الداخلي في الخارج لا ندري من أين أتوا بها، لكن لا علينا، حتى ذلك التصريح وليس مسجل وليس صوتا ولا صورة. يعني انه الجهه هذا انا نتكلم لك على مقاربه امنيه مخابراتيه، يعني انه الغرض منها هو محاوله شراء دماء من ناس موجودين في الخارج يعارضون من الخارج، لانه كل منهم في الداخل هم في يد السلطه. يعني اذا ارادت اعتقالهم جميع المعارضين يعني الذين لا زالوا على خط يعني الحراك ومبادئه، اليوم هم تحت الرقابه القضائيه او تحت الاقامه الجبريه او يعني في السجون، فلم يبقى الا منهم في الخارج لمحاوله شرائهم واستمالتهم وشراء دمامهم. النظام اطلق هذا ما يسميه مبادره لم الشمل، والعمليه نجحت مع البعض. يعني النظام راه ماضي في مساره، لكن دائما لو على الاقل كانوا فقط، انا ما يزعجني دائما صراحه هو هذه التشبيهات. يعني ما علاقة مبادرة في 2022 لشراء دمام البعض باندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر من شخص
يعني هو ولو نختلف معه يعني هو ليس كالآخرين، يعني كان مجاهد حقيقي، ولكنه سياسيا طيب. بعد 1960 يعني الانحرافات تاع هذا الذي يسيء للثورة التحريرية صالح جوجل بتصريحاته هذه، ويسيء لهذه المواعيد ولهذه يعني التواريخ المهمة في تاريخ الجزائر.